sinistra, Candreva sakata arzan wa rakrit jaza. ركله جزاء للازوري. المنتخب الايطالي يتحصل على ركله جزاء عن طريق كاندريفا. الحكم الهولندي هو من اشار الى وجود ركله جزاء. لاحظ هذه الكره ولا ركله جزاء واضحه ركله جزاء. لو ان الحكم تردد في البدايه وبعد ذلك عاد واحتسب ركله جزاء المنتخب الايطالي وكاندريفا كل هدوء على أزوري يبحث عن الانتصار ويتمنى بأن يسعد الأنصار قبل الذهاب إلى فرنسا ليبدأ المشوار هنالك في الأراضي الفرنسية. يتقدم بأول الأهداف ويسجل الحضور الأول في هذه المباراة عن طريق اللاعب كاندريفا. كاندريفا يسجل أول أهدافه في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. في المباراة الماضية حاول كثير أمام